الشبان هذوما اللي راهم جايين في ميدان الشعبي ويحبوا يغنيوا باصوات الشيخ، يحبوا يقلدوا اصوات الشيخ. وما يخفلكش باللي في الشعبيه هذه كاين النغمه هذه، والشيخ لما يكون يبلغ في السن الله يبارك فيه كبير بطبيعه الحال الصوت تاعو يتغير، يترخم، نقولوا احنا يترخم يترخم. ولكن لما نصيبوا شاب صغير جاي 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 في ميدان الشعبي وجاي للدنيا تاع الشعبي ويحب يقلد الشيخ الكبير، هذه واش لازم نقولوا لهم لهذا الشاب وخاصه من عند شيخهم بجمال عام؟ هذه يعني الاشياء اللي ما يلزمش يديروا يستعملوه، اذا كان يستعملوا هذا الامر ما ينجحوش. راك ذكرت حاجه مهمه، راك فنان سي اخ فنان، حقا مولا 20 سنه عنده صوت، ومولا 40 عنده صوت، ومولا 70 عنده صوت. والتقليد التقليد راهو يبحر، هذاك التلميذ يبحر من شخصيته، ما تكونش عنده شخصية. إذا كان التلميذ يحب يقلد 100% الشيخ، ولا شيخ يكون محب له يعني يحب يقلده، راه ما تكونش عنده شخصية. يسمعوا يقولوا فلان يغني كيما فلان، محور وراء شخصيته هذا الإنسان. أنا يا شبان هذا وقلتها مرارا مرة، قلتها للشبان ديالي، كان يعني من عدم من فرض من الواجبات ديالي، قلتها للناس اللي ما عنديش حتى علاقه معاهم، ما سالونيش، ولكن انا ما نجمتش نقعد بغير ما ننصحهم. يا ولدي عندك صوت لاباس بيك، عندك صوت ديالك خاص ممكن تنجح افضل من هذاك الشيخ اللي راك رايح تقلده. ما كانش كيما الصوت ديالو، دوك رب العالمين خلق وفرق، ما نتشابهوش لا في الحلق لا في الصفه لا في الافكار. ما لما خاطئ هذا الانسان اللي يحب يقلد ما ينجحش. هذا هو انا ماذا بيا من يعني النصيحه اللي نعطيها للشبان هادو، يخدموا على ما اعطاهم الله تعالى من الصوت، وهادو هما اللي